غرب الانتهاك القانون الدولي من جراء الأزمة في أوكرانيا، في حين يتجاوز الجميع عن انتهاكات إسرائيل للقانون والشرعية الدولية بحق الشعب الفلسطيني. تقول الصحيفة: إذا كان الغرب ينتقد من ينتهك القانون الدولي الآن في أوكرانيا، فإن عشرات الحروب التي شنتها هذه الدول الغربية ضد شعوب العالم تمت خارج القانون والشرعية الدولية في أفغانستان والعراق وغيرها، وتبقى القضية الفلسطينية واحدة من أفظع الجرائم ضد الإنسانية، وتعد لطخة سوداء في جبين هذه الدول التي تدعم الكيان الصهيوني الغاضب. الحديث عن القانون الدولي يسقط ويصبح بلا قيمة لهذه الدول عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، وليت القانون والشرعية الدولية يتحولان إلى قاعدة أساسية في العلاقات، وعندها ستنحسر العواصف ويتحقق الاستقرار، لكن في ظل الاستناد إلى منطق القوة ستبقى هذه القيم مجرد شعارات. أما صحيفة القبس الكويتية فقد رصدت الأزمة التي تواجه مجلس التعاون الخليجي بعد أن قررت السعودية والبحرين والإمارات أمس سحب سفرائها من قطر احتجاجا على سياستها، حيث طلبت الصحيفة دول مجلس التعاون بتجاوز الخلافات والعودة إلى التوحد فيما بينهم، وكتبت مقالا عنوانته أزمة في مجلس التعاون. تقول فيه: أيا ما كانت المبررات والدواعي للاختلاف التي قد تكون بين دول مجلس التعاون الخليجي، فإنه من الضروريات الملحة الحفاظ على الوحدة وفقا لنظام مجلس التعاون الخليجي بعد تزايد الأخطار الإقليمية وتزايد التصعيد والتدخل الطائفي من قبل العديد من الدول التي تهدف لضرب أمن واستقرار المنطقة. لابد من مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة لتفويت الفرصة على المتربصين بالدول والشعوب العربية وعلى من يحاول أن ينشر الفرقة بين الأوطان، فما زالت قواسم التعاون والوحدة أكثر وأهم وأقوى من نقاط الاختلاف. نصل في جولتنا إلى الصحف العالمية، حيث لا تزال الأزمة الأوكرانية تتصدر العناوين الرئيسية للصحف، ومنها صحيفة واشنطن بوست التي قالت: الولايات المتحدة وحلفاؤها يبدأون تطبيق سياسة اليد الحازمة مع روسيا. الغرب يوافق على إرسال المزيد من المساعدات لأوكرانيا وتعزيز الدفاعات الجوية في المنطقة وإيفاد مراقبين دوليين، وكذلك التهديد بفرض عقوبات مباشرة ضد موسكو. واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون يشددون الخناق تدريجيا على روسيا، ووزير الخارجية الأمريكي يعقد أول لقاء مباشر مع نظيره الروسي منذ بدء الأزمة بدون إحراز أي تقدم. برنامج إيران النووي لا يزال في صدارة اهتمامات الصحف، حيث نطالع من صحيفة الاندبندنت البريطانية: إيران تحت ضغوط من الغرب للرد على أسئلة بشأن برنامجها النووي. الغرب يضغط على إيران لإنهاء الشكوك حول تخطيطها لإنتاج قنبلة ذرية. في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يؤكدان دعمهما للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والوكالة للتحقيق في اتهامات بشأن أبحاث تجريها طهران حول الأسلحة النووية. وإيران تواصل إنكار المزاعم الغربية عن سعيها لتطوير قدرتها على صنع أسلحة نووية. الذكرى الأولى لوفاة الزعيم الفنزويلي هوغو تشافيز تصدرت عناوين معظم الصحف العالمية، حيث نطالع من صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية: الفوضى أتعس موروثات هوغو تشافيز. عام مضى على وفاة زعيم فنزويلا والبلاد تعاني من إرثه المؤسف. فنزويلا التي تجلس على أكبر احتياطي للنفط في العالم تعاني من اقتصاد أشبه بحطام قطار يتحرك بسرعة البطيئة، نقص مزمن في السلع الغذائية، والبلاد تجتاحها عاصفة سياسية في شهر من الاحتجاجات العنيفة. الفوضى في فنزويلا تلاحق أوكرانيا في عناوين الصحف، وهناك العديد من أوجه التشابه بين الأزمتين. اتهام وكالة الاستخبارات الأمريكية بالتجسس على مجلس الشيوخ الأمريكي تصدر أيضا عناوين صحف اليوم، حيث نطالع من صحيفة الجارديان البريطانية: CIA ومجلس الشيوخ في نزاع مرير بشأن ادعاءات التجسس. جون بيرنن مدير وكالة الاستخبارات يوبخ في إجراء علني نادر لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، والتوتر ينفجر في وجه الرأي العام.
المعركة نشبت على خلفية تقرير مثير للجدل حول استخدام CIA لأساليب التعذيب في الاستجوابات التي أجرتها حول أحداث 11 من سبتمبر، وأعضاء بمجلس الشيوخ يتهمون الوكالة بالتجسس على التقرير. تطورت الأوضاع في أوكرانيا وشبه الحرب الباردة التي يخيم على العالم لا يزال يطغى على مقالات الرأي في الصحف العالمية. صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نشرت مقالا اليوم لوزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، تساءل فيه عن كيفية إنهاء الأزمة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الرأي العام يركز على خيار المواجهة العسكرية، لكن هل يعرف الجميع نهاية هذه المواجهة؟ يجيب كيسنجر في هذا المقال: الكل يتحدث عن المواجهة في أوكرانيا، لكن من خلال خبرتي الشخصية رأيت أربعة حروب بدأت بحماس كبير وبتأييد من الرأي العام العالمي، ولأننا لم نعرف كيف انتهت هذه الحروب انسحبنا من ثلاثة منها حتى الآن. الاختبار الحقيقي للسياسة هي كيف ننتهي وليس كيف نبدأ. يتعامل الجميع مع أوكرانيا على أنها مواجهة بين خصمين، إما الانضمام إلى الشرق أو إلى الغرب، ولكن إذا كان لأوكرانيا أن تبقى على قيد الحياة وتتقدم كدولة فلا يجب أن تكون نقطة شرطة لخصم ضد آخر، بل ينبغي أن تكون جسرا بين الجانبين الشرق والغرب، ولا يجب أن نعيد تكرار أخطاء التاريخ. زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن والجهود الأمريكية لدفع عملية السلام كانت محور افتتاحية صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، التي قالت إن نتنياهو قدم رسالتين متناقضتين خلال الزيارة فيما يتعلق بالمفاوضات التي تقترب من المنعطف الحاسم. الرسالة الأولى حسب متابعة الصحيفة الزعم باستعداد نتنياهو للسلام، أما الثانية فمطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية إسرائيل دون أي تأخير. تحت عنوان خيار إسرائيل تقول الصحيفة: نتنياهو وضع ظلالا من الشك حول خيار السلام خلال زيارته لواشنطن، ولا أحد يعرف الآن كيف سيواجه الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني الخيارات الصعبة من المفاوضات. أوباما بنفسه أكد أنه لن يسمح بحجج مقنعة من نتنياهو عن غياب حل الدولتين في طريق التفاوض. المفاوضون يلتزمون الصمت إزاء تفاصيل المحادثات، لكن هناك مخاوف من أن المبادئ ستركز عليها والتي تميل إلى جانب إسرائيل، وما يعني ببساطة أن المفاوضات النهائية لن تقوم لها قائمة. نتنياهو ادعى أمام الإيباك أنها يستعد لصنع سلام تاريخي مع الفلسطينيين، لكن ما هو تصوره لهذا السلام إن لم يكن مبنيا على حل الدولتين؟ ختام جولتنا الصحفية دائما نظرة على بعض من أهم رسوم الكاريكاتير. بهذا مشاهدينا ننهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن الله تعالى يتجدد اللقاء وجولة جديدة.